محمد نعم. قبل ما ندخلوا في المسيره نتاعك خاطر ذكرناها بطريقه سريعه يعني الابتدائي الثانوي هكا قلناهم بطريقه سريعه باش نرجعوا لهم يعني باكثر تفاصيل، ولكن نحب نسالك شنو تعني لك سيدي عمر بوحاجه والقروان بصفه عامه؟ هذيك بلادي، هذيك فين تربيت، هذيك فين تعلمت، كسوا قراية كسوا أول خطوات الحياة نتاعو الواحد، هذاك فين عملها من الأصالة نتاعو هي من بوحاجلة، من القروان، التاريخ، الذكريات الحلوة نتاع الصغر الكل في بوحاجلة وفي القروان، دونك كل شيء رياضي راهو محمد صالح رياضي. شنو الرياضه؟ ماني حدث معاه قبل ونعرف برشا حاجات عليه تو. محمد بالنسبه للجيل، انا طرحت سؤال على وليد صفار، دكتور وليد صفار المره اللي فات، هل انكم يعني التوانسه في هونغ كونغ تشوفوا بعضكم باتصال ببعضكم الجيل التونسيه في هونغ كونغ؟ والله معناها خاصه في الاعياد في الفترة نتاع الاعياد، وكي انسان عنده فرح ولا حتى مش فرح نتلموا مع بعضنا. بالطبيعه انا في الجامعه نتاعي عندي توانسه اخرين، دونك هذوك نتقابلوا اكثر بطبيعه الخدمه وبطبيعه اللي احنا نسكنوا بحد بعضنا، لكن كجاليه الكل التونسيه هذول كما قال لك وليد، هذول حكايه 150 هكاك ممكن يوصلوا ل 200. نتلموا لي فما ماتش نتاع كوره كيما وقت يجي لك ليكيب ناسيونال واحد اوتر موم، انا باش نتلموا الكل. وتوا في مثلا في الجامعه اللي انت فيها في هونغ كونغ، لانه ثم يعني طلبه توانسه ممكن الاساتذه ما عرفش معاك اساتذه توانسه طلبه توانسه؟ معنا كنا ثلاثه توانسه احنا في الجامعه هذه اساتذه، واحد منهم هو سي منير حمدي اللي قلت لك عليه اللي قرا في المنصوره، هو قبلي زاد ونورمالمون ممكن مش تحكي معاه. وتو حول القطر هو وقعد واحد اخر صاحبي خالد بن طيف من نابل، دونك يعمل جيني الكتريك ولهنا، وانا في جيني سيفيك. وي عندي فلان باتوينس انا ديجا تو اللي عاون فيا لهنا في السكايب، والواحد هو تلميذ تونسي حسام من شفاقس. عندي معز كان تلميذ نتاعي تخرج تو مازال يخدم معانا لهنا. كانوا عندي زوج توانس اخرين عملوا الدكتوراه في فيزيك في تونس وجاوا وخدموا معنا في دي بروجي، واحد منهم تو في بيكان والاخر في هولندا يخدموا. دونك ديما كان عندي زاد فادي تخرج خذا الدكتوراه نتاعه وتو يخدم في هونغ كونغ، يعيش في هونغ كونغ هو ومرته وعائلته. واضح لانك تشجع طلبه توانسه انهم يلتحقوا بالجامعات في هونغ كونغ، ولأنه المسألة سهلة مش صعيبة. نعم. هل ممكن أنه الطلبة توانسة أنك تشجع الطلبة توانسة أنهم يلتحقوا بجامعات هونغ كونغ، أنهم يمشيوا يسجلوا في هونغ كونغ؟ أول واحد جبته لنا هو معز الواتي قابلته في هو أصله من صفاقس، ثم تقدمنا في سوسة وإفكتيفون شجعته وحكيت له علاش، ويدعو لي ما ندمش من اللي جاني هنا. ومن بعد جاو جماعة آخرين ديجا كيما قلت لك على حسام بحذايا هنا يضحك. هي هونغ كونغ مزيانة، معناها النيفو نتاع القراية عالميا مع الجامعة هذه بدت عام 93 وتوا معناها الترتيب نتاعها عالميا في العشرين 20 عالمي. ممتاز. هذه بعد من 93 اول محل 93. دونك جامعه معروفه على الشغل عالمي وهما بارك الله عليهم ماشيين بكدا، واذا بيان سور ماذا بينا على كلام توانسه وماذا بينا كي يجيو لهنا يتوقفوا. وعندنا زاد توانسه اخرين معناها من اولاد جماعه حتى اصحابي شجعتهم وجاوا وقراوا وخذوا شهاده من هنا دي الكتريك، كما صاحبي محمد الرواتي ولده خليل جاء وقرا لهنا تخرج من جيني الكتريك وتو يخدم في هونغ كونغ.
محمد لو كان توا نرجعوا شويه للتالي، نرجعوا للابتدائي نتاعك، الطفوله نتاعك بصفه عامه، ماذا بيا تحكي لي اكثر على الطفوله نتاعك؟ احنا تعرف الغايه من البرنامج هذا هو انه الشباب نتاعنا في القروان، الاطفال نتاعنا في القروان يقول لك المستقبل وكذا وخايفين، ومعناها ونشوفوا نتائج البكالوريا في 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 القروان يعني من الدنيا الى ابعد الحدود، وثم شكون يرمي المشاكل على المدرسه، على المعهد، على الاستاذ، على الولي، على الشارع، على يعني. ولكن في نهايه الامر يعني مهما كانت الظروف حسب رايك انت، معناها الانسان نجم يوصل ولا مثلا انت محمد كي كنت صغير يعني في الابتدائي، هل انك كنت ترقد على مخده ريش؟ هل انك كنت الصباح تلقى اللمجه معناها كيما ما نعرفش؟ ماذا بيا تحكي لي على الابتدائي نتاعك كيفاش كان بالضبط؟ توا مثلا خميس يتحدث على الصعوبات انك تتنقل اكثر من زوج كيلومتر، معناها زوج كيلومتر ونص باش توصل للمدرسه، باش تمشي تقرا، معناها ثم تعب، ثم ايامات مطر، ثم ايامات شمس، ثم ايامات سخانه الى اخره، يعني هالصعوبات هذه الكل لو كان تحدثني عليها معناها خميس محمد. والله انا هناك نوع كي نتذكرها معناها اوقات كانت حلوه ياسر، ماهيش صعوبات معناها هي بيان سور، ما كان كيما قال لك خميس ما فماش كيران، نمشي على الساقين، ساعات تعرضك حشاك الكلاب في الثنيه تحربك، هذيك هي تصب عليك المطر، اما ما كنتش نشوفها اللي هي حاجه معناها بيزار ولا حاجه كلمش نبطل قرايت على جالها ولا مش نخمم، معناها نمشي نقرا ونمشي باش نقابل اصحابي كل يوم ونفدك ونكور ونضحك، معناها فما ذكريات ياسر ياسر باهيه اللي عندنا العيش عادي، ان الجيران ماذا ما تقابلوا نحكي ونفدك ونتشاركوا في كل شيء، اللي كان موجود هو الناس تحب بعضها، حتى في الثنيه كي تلقاك ماشي المدرسه يشوفوك في اي مشكله الناس كل تعاونك، الناس كل تحبك، معناها ما فريمون تحس روحك ولو تمشي 3 كيلومتر تمشي ديما كاين ديما في حدا دارك اللي تتعدى به يكلمك وتصبح عليه يصبح عليك وينصحك، واللي يشوف مش تضيع في 100 خاطر احنا صغار وقتها ساعات تلقاك ماشي فوت كل وقت، وانت مشكله هي اي واحد يعرضك من الناس الكبار يقول لك راه مش فوت كل وقت، برا اجري برا ازرب، معناها الناس كانت فريمون تنصح بعضها وتحب بعضها مثل هاو بالصغار. ولكن محمد حاجه نحب نفهمها في المجموعه اللي كنتوا تقراوا مع بعضكم، هل انكم كلكم كنتم متميزين او انك انت ما عرفش والدك ربي يحفظه ولا ما نعرفش شكون ولا حد في عائلتك ولا انسان خوك ربما اكبر منك او ثم معلمين وقتها هم اللي شجعوك على القرايه، ام ما نعرفش، ولا كانت حاجه هكا طبيعيه معناها ما كانش ثم سبب معين انه يخليك تتميز، لانه معناها مش هكا اللي نجحت وكا هو، لكن كنت متميز في الدراسه. والله ما نكذبش عليك، انا العام ممكن العام الاول الثاني الثالث ما كنتش الاولاني في الكلاس، يظهر لي وقتها نتذكر ما نعرفش الوحشه دي ثامن يا اخي ظهر في عند الشنو ولا هنا عدد 8 ويقول لك عدد لكي مظهر ذلك عندي ظهر، اما شنو ما نعرفش نقارنها نقول يظهر لي دماغي كي يمشي بالمزوط هكا يبدا ديما من الاول يبدا في الدرزين ومن بعد ينفح كي بدينا نقراو في الحساب مسحت نفحه وكعب، معناها وقت اللي نعمل الحساب تقول علي نعمل في جو، تقول علي نلعب في كوره نافح، هذا بين نكمل بروبليم نمشي بروبليم اخر نشوفها، تقول علي انا عندي مقابله ما بيني انا والبروبليم هذاك ونحب نتغلب عليه نمشي نفحه ونفهمه اللي كان في الحاج وهم الله يرحمه هم ما نعرفش كيفاش، انا يقول لك ديما يسالوني ما يسالني حتى على شيء يقول لك شنو في الحساب؟ اي شنو في الحساب؟ ديما في الحساب باهي راه امورك باهي والله احسن سؤال، وانا كنت نحب الحساب وانت ومن بعد في القروان كي تحولت للقروان
كيفاش كان الاربع سنين التعليم الثانوي اللي عديتهم؟ ذكرياتك، هل كان ثم صعوبات؟ هل لو كان تحدثنا اكثر تفصيل على الفتره هذيك؟ الفتره هذيك فتره باهيه، فتره قويه يا وجهي، فتره قويه ياسر هذيك، فتره الجرافات وفتره الكلينا الترايح وفتره ما انا نجم نخضر لها من المنظر هذاك، لكن ماذا بيا نخضر لها من اللي عشنا في الانترنت. تعرفنا على ياسر عباد كيما اللي نحكي معهم توا، ياسر باهين والتوا اصحابي، التوا كيما الاخوه مع بعضنا، قعدنا ديما اون كونتاكت، نحبهم ويحبوني. تعلمت ياسر اونتمو في الليسي القروان، الوقت اللي مشيت لكندا في السلطة هذه أنا سيرتو في المات، ما باهي تقرا مع دي شنوا، تقرا مع اوروبيين، تقرا مع كنديين، مع سيد امريكا، اما تحس روحك ديما من 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 احسن الناس. معناها ما ندخل معناها كي تدخل في امريكا تحس روحك متكون تكوين قوي، اللي هذاك يرجع للمدرسه، يرجع اللي سيد وحاجله، ويرجع اللي سيد منصور القروي. ولذا ذكريات حلوه بالطبيعه. وقتها جي اس كاي كان زاد في تبارك الله عليها في الوقت. والله كنت باش نسالك على في الفتره هذيك، انت خلطت على بطوله تونس هكا ولا؟ اما ما كنتش سالتني على شنو كنت في القروي، جيتي كله مع بعض. احكي لنا ذكريات الشبيبه. اي نعم، احكي لنا على ذكريات الشبيبه وقتها. ذكريات الشبيبه وقتها في معناها كي مشينا مازال العبيدي، مازال واده، الطرحه هذيك منين كانت الشبيبه وقت تجي جامعه تكون فمي الى القروان تلقاهم مرعوبين، القروان تكور. نتذكر ماتش والله ما نعرفش حبي 79 80 جات النادي الصفاقسي، اما حسام هنا بحذايا من صفاقس، النادي الصفاقسي وهذا وقت عند محمد العقرب وانا عندنا خميس العبيدي. دونك اللي زاد تشوفوا في الوقت شنو الاحترام بالطبيعه كما تعرفهم مزوز كورجيه، اما ماتش كامل عمره لا العبيدي مشى تاكل العقربي وعمره العقربي تاكل العبيدي. دونك احترام حتى سير تيران، كل واحد يلعب لعبه. اما دونك كان جو كانت صعيبه ساعات ما نلقاوش كيفاش ندخلوا للملعب. ما نعرفش توا الملعب القديم نحكي عليه. اي علي زواوي، ملعب علي زواوي. الملعب علي زواوي صحيح. واللي بحذا البلوز ثم الزجر نتاع زيتون. فك الزجر نتاع زيتون هذاك والله ما نعرفش عليهم ولاه مازال حي، ان شاء الله مازال حي، وكان مات الله يرحمه. كان وقت يكرمنا ب 50 فرنك باش نطلع فوق الزيتون ونتفرجوا. دونك تصور ماتش كامل واحنا نشجع من فوق الزيتونه، والله ما نعرفش الزيتونه تو انا نعمل نورمال مهندسه لازم نعمل حسابات قد ايه نقمروا وقت نطلع فوق الزيتونه ما تكسرتش الحمد لله. ان شاء الله تجيو القروان نمشيو نزوروها الزيتونه هذيا. بالله مازال الزيتونات تو نثبت والله ما ثبتش نثبت. على كل حال ناخذوا فصل موسيقي ومن بعد باش نرجعوا نفتحوا قوس مشتوي لياسر حول مجالات البحث والدراسات اللي تقوم بها والمشاريع اللي تشرف عليها محمد. ناخذوا فصل موسيقي.